قصف المستشفيات والمساجد، والآن منع سيارات الإسعاف، وطبعا الدفاع المدني من الدخول إلى الضاحية. نحن أمام مشهد يشبه حرب غزة. أين القانون الدولي في الحروب في هكذا وضع؟ شكرا دكتور سامي ومساء الخير، شكرا للاستضافة. نحن في حرب بالمعنى الكامل للكلمة، واضح جدا أنه عم نتعاطى مع عدو لا يقيم أي وزن لما بات يعني مستهلك على مستوى القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني تحديدا، اتفاقيات جنيف منذ العام 1949 والبروتوكولات اللاحقة ولا سيما البروتوكول الأول، هذه كلها تحمي المدنيين بالدرجة الأولى، تحمي المسعفين، وتحمي أيضا الإعلاميين، وتحمي بشكل خاص كل من هم خارج الأعمال الحربية والمعارك، وهذا كله منتهك. نحن أمام انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، ولكن المشكلة الأكبر هي أنه من يعاقب هذا الانتهاك، من يقف بوجه هذا الانتهاك، ومن يستطيع أن يفرمل آلة الحرب عن القيام بما تقوم به. يعني أصلا التعرض لسيادة البلد هي انتهاك للقانون الدولي. أكثر من ذلك، استعمال بعض المواد المتفجرة اللي هي يعني ممنوعة في القانون الدولي أيضا كالفوسفور الأبيض، بالإضافة مؤخرا في اليومين الأخيرين التعرض للأطقم الطبية وللإسعاف يلي هن عمال إغاثة، يلي بكل المنظومة الحمائية الدولية لازم يكونوا عم بيقوموا بدورهم، وبالتالي هيدي دايما أنه المسعفين يخبئون ربما مسلحين، هذا موضوع بعتقد شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وكل ما أيضا ما هو متعارف عليه دوليا، ما نراه هو انتهاك كامل لكل هذه القواعد. نعم، حتى في الحرب هناك قواعد للحرب، وهذه القواعد منتهكة. طيب، مع الوزير، حين تقول لا مدى زمني ولا جغرافي لهذه الحرب، ما المقصود؟ برأيك الحرب طويلة، والحرب قد تشمل أي منطقة في لبنان في الأسابيع المقبلة؟ نحن ما فينا نضرب بالرمل ونتوقع قد وين المدى الزمني، لأنه هو هذا رهن بالميدان، ورهن بالعمليات العسكرية، ورهن بمدى أيضا العنصر الثاني اللي هو توسع هذه الحرب لتشمل المنطقة ككل. أنا ما بظن أنه في حدا عنده شك بأنه دخلنا في حرب إقليمية، حتى ولو كانت درجاتها متفاوتة، حتى لو بعد ما دخلناها بالمعنى الواسع، ولكن بمجرد ما أنه هذه الحرب هي بدأت في غزة وفلسطين، وهي مستمرة منذ سنوات أيضا في سوريا والعراق، واليوم إيران ولبنان طبعا، يعني ما بعتقد في حدا عنده شك بأنه دخلنا مرحلة إقليمية الحرب. ولكن المدى الزمني ما حدا بيعرف. النائب وليد جملاط السابق يقول سنتين وربما ثلاث سنوات، ربما عنده معطيات، ولكن أنا ما بقدر أعرف فعلا قد ايه رايحين بالمدى الزمني. بعرف تمام أنه احتمال أو القدرة على احتمال هذه الحرب لبنانيا لا منا بمعنى السنوات، لأنه البلد أصلا كان بظرف اقتصادي ومالي صعب، كان أصلا بوضع على المستوى المؤسسات الدستورية عندنا فراغ كامل على مستوى رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف أعمال. كل هذا المدى الزمني لتحمل أوزار الحرب، بالإضافة إلى الأعداد الهائلة نسبيا للشهداء والضحايا، هذا موضوع ما بعرف قد ايه بيقدر يخلي انه هذه الحرب تدوم وتدوم. بذات الوقت عندنا شعور واضح بانه كلبنانيين انه المجتمع الدولي غير مكترث بالمعنى الكامل للكلمه. طبعا مع بعض الاستثناءات، سمعنا اليوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عم يدعي الى وقف ارسال الذخيره الى اسرائيل لاستمرار حربها على غزه، ولكن عندنا شعور انه قوه عظمى مثل الولايات المتحده وايضا الفرنسيين
يعني مش قليل انه هالقوتين ما قدروا يفرضوا على هامش الجمعيه العامله للامم المتحده برمزيتها، ما يقدروا يفرضوا وقف اطلاق نار لمجرد 21 يوم لاعطاء فرصه لمفاوضات سلميه او لمفاوضات مش باتجاه سلام، ولكن مفاوضات تقدر تلم هالمنطقه من البركان الهائل يلي دخلت فيه. وبظن انه واضح جدا انه في خيار وقرار من الجانب الاسرائيلي بعدم الذهاب الى اي حل من الحلول المطروحه، وبشكل خاص عدم الذهاب الى وقف اطلاق النار، وهذا امر يؤدي عمليا الى تعقيد الامور اكثر. اليوم في كمان اجتياح بري عم بيحاولوا انه يروحوا باتجاهه، وهيدا يعقد الامور اكثر واكثر، وتوسيع رقعه الحرب لجعلها اقليميه يجعل ايضا امكانيات الحلول اصعب واصعب.